أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة 15، واليوم حتكون هذه الحلقة مهمة جدا ورائعة، عشان هيك ركزوا معي إخواني الأفاضل. حنتكلم اليوم عن الفشل الغير متوقع أو النجاح الغير متوقع، وكثير من أعظم رجال العالم والناجحين إخواني الأفاضل كانت نجاحاتهم بشكل غير متوقع، واستثمروا الظروف اللي كانت عابرة أو أمور غير عادية استثمروا بالشكل الصح، وأصبحوا من وراءها أغنياء وأثرياء وقمة في النجاح. وخليني قبل ما ابدا الحلقه معك اخي الفاضل بذكرك بضروره الاشتراك في هذه القناه والضغط على زر الجرس والاعجاب بهذا الفيديو، لان اخواني الافاضل كثير من اللي بيشاهدوا هذه الحلقات وهذه البرامج للاسف غير مشتركين في قناتي، فبتشرف فيكم بالاشتراك في هذه القناه وتكونوا ضمن الاعضاء الفاعلين معنا في 10 مينت. وخليني ابدا معك بمقوله رائعه في كتابه طبعا بيتر دراكر، من احد علماء الاداره في انوفيشن اند انتربرينورشيب، بتكلم اخواني الافاضل بيحكي انه اعظم اكتشافات الإدارة وتجارة الأعمال كانت من النجاح الغير متوقع أو من الفشل الغير متوقع. عشان هيك أخي الفاضل، ما تكون الأمور عابرة عندك، ما تكون الأحداث الغير عادية مسائل عابرة منتهينا وخلاص. ودعونا أعزائي المشاهدين نقسم الأشخاص بمنظورين أو بنوعين من الشخصيات، في هناك شخص عادي وشخص المتفوق. الشخص العادي أخي الفاضل بينظر للأمر الغير عادي على أنه حدث عابر، حدث يعني لا يهم، حدث يعني مر مرور الكرام، ولا يأخذ منه الدروس المستفادة. بينما الشخص المتفوق إخواني الأفاضل دائما هذا عينه على الأمر الغير عادي أو الحدث الغير عادي، ويجعل منه حاجة جوهرية، فرصة جوهرية للتغيير. ما بينظر، ما بيخلي الأمور الغير عادية تمر مرور الكرام إخواني الأفاضل، دائما هو بينظر إلى مين؟ إلى دائما الكأس المليان إخواني الأفاضل، ما بينظر إذا الكأس الفارغ. وخلينا أخبرك الآن كيف قصة هذا الرجل مع اكتشاف البنسلين. كان هذا الرجل هو مساعدي في خلال تجربة لاستنبات البكتيريا في مختبره، فلاحظوا إخواني الأفاضل أنه هذه البكتيريا يتم القضاء عليها مباشرة، أنه هناك شيء غريب بيقضي عليها. فهؤلاء يعني توجسوا من هذا الموضوع وهذا الحدث الغير متوقع، فمساعدي قرروا انهم يحاولوا يا جماعه انهم يشوفوا الفطر اللي بيقضي على هذه البكتيريا بشكل قوي جدا، ويحاولوا انهم يتخلصوا منه. لكن العالم الكسندر فليمنج قرر انه ما يتخلص منه، انه يحاول يجري ابحاث على هذا الفطر وليش هو بيقضي على هذه البكتيريا بهذه الصوره. فتوصل من خلال أبحاثه وقادته هذه الأبحاث الرائعة إلى اكتشاف البنسلين. وبهيك أنا أعزائي المشاهدين وصلت لنهاية الحلقة لهذا اليوم، أتمنى تكون هذه الحلقة رائعة مفيدة لك، وبتمنى أن تكون أخذت الدرس المستفاد، أنه يا جماعة الإخفاق الغير متوقع ممكن يكون سبب لك يعني بشكل كبير أنه أنت تنجح في هذه الدنيا وتصير من صدارة القوم إخواني الأفاضل. عشان هيك أنا بقول لك ما تخلي دائما الأمور الغير عادية أو الحدث الغير عادي يمر عليك يعني بهذا الشكل أو يمر مرور الكرام. دائما حاول خذ الدروس المستفادة والخلاصة من المواقف، خصوصا الفاشل إخواني الأفاضل أو الغير متوقع، وحاول أنه تصنع منها تجربة نجاح مثل ما فعل ألكسندر فليمنج في اكتشافه للبنسلين. بتمنى لكم رمضان كريم، بشوفكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.